بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاتي المتعلمات، أعزائي المتعلمين، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص تدريس مادة التاريخ والجغرافيا، والذي يهم السلك الثانوي التأهيلي المستوى الثاني بكالوريا، مسلك الآداب والعلوم الإنسانية، مسلك التعليم الأصيل والأحرار. سنركز خلال هذه الحصة على الشغال على الوثائق في مكون الجغرافيا كتمرين من خلال نموذج الامتحان الوطني الموحد للدورة الاستدراكية سنة 2019. هذا العمل سنقسمه إلى جزئين، خلال هذه الحصة سنشتغل على الجزء الأول. كما تعودنا دائما في كل حصة نرغب في تحقيق مجموعة من الأهداف، لعل أهمها بداية أن يتعرف المتعلم على صيغة التعليمات المرتبطة بالوثائق في الامتحانات الوطنية الموحدة لمكون الجغرافيا، يعني أن يدرك المتعلم أسئلة أو بالأحرى نقول تعليمات الامتحانات الموجهة للممتحنين. ثم أن نرسخ جميعا منهجية فهم صيغة التعليمات المطروحة في الامتحان الوطني الموحد بمكون الجغرافيا، نفهم طريقة ومنهجية وخطوات الإجابة على هذه الأسئلة بعد إدراكها بطبيعة الحال. ثم أخيرا أن يكتسب المتعلم الخطوات المنهجية والمهارية الخاصة بطريقة الإجابة على تعليمات الامتحان الوطني الموحد من خلال توظيف خطوات النهج الجغرافي، الوصف والتفسير والتعميم في علاقته بوثائق مختلفة، النصوص، المبيانات، الجداول وغير ذلك. إذن كتصميم مقترح لهذا العمل نقترح على المتعلمات والمتعلمين أن ندرك التعليمات المقدمة ونفهم هذه التعليمات ونتعلم مهارة الإجابة عليها، وسنركز كما قلنا خلال هذا الجزء على التعليم الأولى والثانية، أو بصيغة أخرى السؤال الأول والسؤال الثاني من الامتحان سنجيب عليه. إذن أعرض بين يدي المتعلمات والمتعلمين نموذج الامتحان الوطني الموحد للدورة الاستدراكية سنة 2019، ويمكن بطبيعة الحال للمتعلمات والمتعلمين أن يقوموا بتحميل هذا النموذج بشكل بسيط من مواقع عديدة جدا. إذن نشتغل حاليا على إدراك وفهم تعليمات نموذج الامتحان المقترح، كما قلنا نموذج الامتحان الوطني الموحد الدورة الاستدراكية سنة 2019. أطلب من المتعلمات والمتعلمين أن يركزوا جيدا على الأسئلة المقدمة أو على التعليمات المقدمة من أجل إدراكها وبالتالي فهمها. فكان السؤال الأول المطلوب وهو أن نحول معطيات الوثيقة الأولى الجدول إلى مبيان بالمنحنى. لا بد من فهم هذا السؤال المطلوب، هو عملية تحويل ماذا؟ تحويل الوثيقة التي سنشتغل عليها الجدول إلى ماذا؟ إلى مبيان، وخاصة إلى مبيان بالمنحنى كتعليم موجهة، هو سؤال مباشر. السؤال الثاني أن نصف ما أنجزناه سابقا، المبيان الذي أنجزناه سنعمد إلى وصفه. إذن أن نصف وثيرة تطور إنتاج القمح للقوى الاقتصادية الممثلة في المبيان الذي تم إنجازه. السؤال الثالث وهو أن نستخرج من الوثائق النصوص الموالية من الوثيقة الثانية، أن نستخرج التوجهات التي تقوم عليها السياسة الفلاحية البرازيلية من الوثيقة الثالثة، أن نستخرج ونحدد مظاهر القوى الفلاحية للولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، ثم أن نحدد من خلال نفس الوثيقة العوامل التي تفسر هذه القوى الفلاحية لهذه الدولة. من الوثيقة الرابعة أن نستخرج المجهودات التي تقوم بها الصين في قطاع الفلاحة ونتائجها في تحقيق الاكتفاء الذاتي. إذن لعل أن الملاحظة الأساسية هي أن بعض الأسئلة هي مركبة تتكون من شقين، من تعليمتين، مثل مثلا نموذج من الوثيقة الثالثة أن نستخرج بداية مظاهر قوة الفلاحة، وأن نستخرج ثانيا العوامل المفسرة لهذه القوة، وكذلك من الوثيقة الرابعة. السؤال الأخير هو أن يكتب المتعلم انطلاقا من مكتسباته المعرفية فقرة مركزة يحدد من خلالها مشاكل الفلاحة في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. إذا لعل أنه كخطوة أولى أدركنا هذه الأسئلة، فهمناها. ننتقل للإجابة على التعليم الأولى. كما قلنا كان السؤال المطروح هو أن نحول معطيات هذا الجدول إلى مبيان بالمنحنى. إذن كعملية تحويل الجدول الوثيقة المعروضة إلى مبيان بالمنحنى. وهنا نتذكر كجانب منهجي
شروط اختيار المبيان بالمنحنى. دائما كنصيحة ننطلق من الجدول، نستخرج المعطيات المعروضة فيه، المؤشرات التي توجهنا إلى اختيار المبيان بالمنحنى. لماذا مثلا لا نختار المبيان بالأعمدة أو لا نختار المبيان بالدائرة؟ هنا السؤال كان مباشرا أن نحول معطيات الجدول إلى مبيان بالمنحنى، لعل أن اختيار المبيان بالمنحنى له شروط أساسية، هو أن يعرض الجدول ظاهرة أو عدة ظواهر تتطور عبر عدة سنوات أو تتطور بشكل أساسي عبر الزمن. إذن خاصية اختيار المبيان ب أو شرط اختيار المبيان بالمنحنى هو أن تتطور الظاهرة أو الظواهر الجغرافية عبر عدة سنوات. لا يهمنا في هذه الحالة أكانت السنوات متصلة أو منتظمة أو غير متصلة أو غير منتظمة، لأن السؤال كان مباشرا. السؤال كان مباشرا، إن لاحظنا معطيات الجدول سنجد بأنها عدة سنوات، ثلاث سنوات، 1990، 2000، سنة 2005، 2010، 2015، 2017. إذن هذه الظاهرة المعروضة في الجدول والتي تعالج تطور إنتاج القمح في البلدان الثلاثة فهي تتطور عبر عدة سنوات. نلاحظ بأن الفترة الأولى قد انتقلنا بعشر سنوات، الفترة الثانية والثالثة قد انتقلنا بخمس سنوات فقط، بينما الأخيرة قد انتقلنا بسنتين. في هذه الحالة كما قلت وأؤكد على هذه المسألة أن السؤال كان مباشرا أن نحول معطيات الجدول إلى مبيان بالمنحنى. إذن أذكر بهذه الخاصية، لإنجاز المبيان المطلوب دائما ننطلق من ملاحظة معطيات الجدول، المؤشرات التي يتضمنها هذا الجدول، ثم بعد ذلك نلاحظ مجموعة من الظواهر التي تتطور، أو أنه نلاحظ بأن هذه المعطيات التي يعالجها الجدول فهي تتطور عبر عدة سنوات في الزمن، وبالتالي يمكننا أن نختار ما بين المبيان بالمنحنى أو المبيان بالأعمدة. وبالتالي فانطلاقا من معطيات هذا الجدول كما قلت بأن السؤال كان موجها مباشرا أن نختار المبيان أو أن نشتغل على المبيان بالمنحنى. ننتقل إلى الجانب التطبيقي وسنشتغل جميعا على تمثيل المبيان بالمنحنى. في هذه الحالة سنذكر بخطوات إنجاز المبيان بالمنحنى. دائما بطبيعة الحال كما قلنا نلاحظ معطيات الجدول، ننطلق في تمثيلنا لمبيان بالمنحنى دائما من رسم معلم، معلم متعامد، ليس بالضرورة أن يكون منظما، يعني القطعة التي توجد في محور الأفاصيل ليس بالضرورة أن يكون طولها يساوي طول القطعة التي توجد في محور الأراضي. إذن سنمثل المعلم. سنمثل المعلم بطبيعة الحال بشكل تقريبي، من خلاله نوجه الممتحنين أو المتعلمين إلى خطوات إنجاز هذا المبيان. إذا مثلنا المعلم، سنقسم هذا المعلم حسب معطيات الجدول. دائما في المحور الأفقي والذي نسميه بمحور الأفاصيل نمثل عليه السنوات أو الزمن. سنقسمه بطبيعة الحال حسب معطيات الجدول. ثم المحور العمودي، محور الأراتيب، سنمثل عليه الظاهرة التي نشتغل عليها وهو تطور إنتاج القمح لهذه البلدان المعروضة بالمليون طن. بالتالي أكتب هنا الوحدة. كما قلنا سنقسم هذا المحور، سنقسمه حسب الزمن، نختار مقياسا محددا، مثلا نختار 5 سنتيمترات لكل 5 سنوات. سننتقل كما قلنا بخمس سنتيمترات تقابلها 5 سنوات. نمثل السنوات
1990 سنة 2000 2005 2010 2015 ثم بطبيعة الحال 2017 ممثلة في هذا الجزء، على أساس أن محور العمودي سنمثل عليه الظاهرة. بطبيعة الحال لاختيار المقياس المناسب دائما ننطلق كما قلنا من معطيات الجدول، ننطلق دائما من معطيات الجدول على أساس أن نحدد القيم الدنيا والقيم القصوى. إذن نلاحظ بأن فرنسا سنة 1990 إنتاج القمح بها كان هو 33.3 مليون طن، وبالتالي هي تمثل القيمة الدنيا. يمكن أن نكتبها في هذا الجزء على أساس أن نعبر عن القيمة الدنيا. القيمة القصوى سنجدها في بالنسبة لدولة الصين سنة 2017 هي 134.3 مليون طن، وبالتالي فهي تمثل هذه القيمة، القيمة القصوى للمعطيات المعروضة في الجدول. يعني أن جميع المعطيات التي سنمثلها على الجدول ستنحصر بالضرورة ما بين القيمة الدنيا والقيمة القصوى، ما بين 33.3 مليون طن وما بين 137.3 مليون طن. الخطوة الثانية هو أن نشتغل بما يسمى في الرياضيات بتؤول إلى بإفراط أو بتفريط، على أساس أن نبحث عن الانتقال، كيف تنتقل هذه الأرقام. ولتسهيل الأمر يمكن أن نختار مقياس مثلا 20 مليون طن لكل 5 سنتيمترات. بالنسبة لي سأشتغل على السبورة على 20 مليون طن، 20 مليون طن تقابلها 5 سنتيمترات كمقياس محدد، أو أن نكتب هذا المقياس على شكل عددي أو أن نكتبه على شكل خطي، مقياس خطي. يعني أن نشتغل بمقياس كما قلنا 5 سنتيمترات تقابلها 20 مليون طن، وكذلك مقياس السنوات انتقلنا به 5 سنتيمترات تقابلها 5 سنوات، نمثلها كذلك على السبورة 5 سنوات. إذن سنشتغل على تقسيم المحور العمودي كما قلنا، ننتقل ب 5 سنتيمترات عشرون، 40، 60، 80، 120 و 140. سنتوقف عند رقم 140 على اعتبار بأن أعلى قيمة كما قلنا هي 134، أعتذر، 134.3 مليون طن. إذن سنتوقف عند قيمة 140. الخطوة الموالية هو أن نحدد نقط التقاطع ما بين السنة وما تقابلها من قيمة لكل دولة، ونختار في هذه الحالة المفتاح. إذن سنختار اللون الأحمر مثلا للمنحنى المعبر عن إنتاج القمح بالنسبة للصين، ونختار ألوان أخرى تعبر عن الدول الأخرى. لا بد أن نضع مفتاحا مناسبا كدلالة على الرموز التي يعالجها هذا المبيع. كما قلنا المنحنى الأحمر يعبر لنا عن إنتاج القمح بدولة الصين، وسنشتغل كما قلنا على نقط التقاطع. سنة 1990 كانت القيمة بالصين هي 98.2 تقريبا، بشكل تقريبي، ثم 99.6 السنة الموالية، 97.4، 115.1،
ما نشتغل عليه هو نقط التقاطع كما قلنا ما بين السنة وما تقابلها من قيمة بشكل تقريبي، على أساس أن المتعلمين والمتعلمات عليهم أن ينجزوا هذا المبيان بشكل دقيق ويحترموا المقياس، على أساس كذلك بأن المقياس الذي سينجزونه على الورقة يختلف بطبيعة الحال عن المقياس المنجز في السبورة. السنة الموالية سنة 2015 132.6 130 تقريبا 132، وأخيرا سنة 2017 134.3. كما قلنا قبل قليل بأن آخر قيمة بالنسبة للصين سنة 2017 فيما يتعلق بإنتاج القمح في هذه الدولة كان هو 134.3، كانت القيمة مثلنا نقطة التقاطع بهذا الشكل. الخطوة الموالية هو أن نزيل هذه الإضافات حتى يتسنى لنا رسم المنحنى بشكل جيد. الإضافات لابد من إزالتها حتى يتسنى لنا كما قلنا تمثيل المنحنى بشكل جيد. الخطوة الموالية هو أن نربط ما بين نقاط التقاطع بشكل بسيط، نربط بين نقاط التقاطع، وبالتالي التمثيل سيكون بهذه الطريقة. وقد عبرنا عن المفتاح، عن الرمز الذي يعبر عن منحنى إنتاج القمح بالصين باللون الأحمر. ننتقل إلى الدولة الثانية وهي الولايات المتحدة الأمريكية. نفس الخطوات، نفس المراحل، أن نشتغل على نقط التقاطع ما بين كل سنة وما تقابلها من قيمة. نختار لهذا الغرض اللون الأخضر الذي يعبر عن إنتاج القمح بالولايات المتحدة الأمريكية. كان إنتاج القمح سنة 1990 هو 74.3. نبحث عن هذه القيمة 74 تقريبا، تعطينا هذه النقطة هذه. ثم السنة الموالية 2060.6 مليون طن. ثم 57.2، 57 تقريبا ستكون في هذه النقطة. سنة 2010 60، خمسة وخمسون فاصلة ثمانية بالنسبة لسنة 2015، وأخيرا 47.4 بالنسبة لسنة 2017. الخطوة الموالية هو أن نزيل الزوائد لنكتفي فقط بنقط التقاطع ويسهل علينا تمثيل المنحنى. نربط ما بين هذه النقط ويكون التمثيل بهذه الطريقة. آخر منحنى والذي يهم دولة فرنسا، نختار اللون الأزرق لذلك. القيمة الأولى هي 33.3، وسنتبع كما قلنا نفس الخطوات. 33.3 تقريبا هنا، 37.3 السنة الموالية، 36.8، 38.2، 42.7، وأخيرا 36.9. كما قلت وأذكر بأن هذا العمل هو عمل تقريبي، على أساس أن العمل الذي سيكون في الامتحان لابد أن يكون مضبوطا، نقترب ما أمكن من الصواب. نزيل الزوائد، نربط بين نقط التقاطع الزرقاء التي مثلناها قبل قليل، بعد إزالة
الزوائد بشكل بسيط، وبالتالي يكون التمثيل بهذه الطريقة. نكون بذلك قد انتهينا من التمثيل على أساس أن المبيال لم ننهيه. إنجاز المبيال بشكل كامل يحتاج إلى عناصر، أولها بطبيعة الحال وهو العنوان. العنوان يمكن أن نستغل عنوان الجدول لأنه كان المطلوب أن نمثل معطيات الجدول ونحولها إلى مبيان بالمنحنى. سنستغل عنوان الجدول، لكن كتوجيه لابد أن يضم لنا عنوان مبيان عناصر المهيكلة لمكون الجغرافيا، الزمن والمكان وكذلك الموضوع. إذن يمكن أن نقول كعنوان لمبيان ممثل تطور إنتاج القمح، تطور إنتاج القمح لبعض القوى الاقتصادية الكبرى في العالم ما بين 1990 و 2017 بالمليون طن. إذن العنوان كما قلنا يضم لنا العناصر الثلاث، يمكن أن نحددها، فهو يضم لنا الزمن 1990-2017، بالنسبة للمكان نشتغل على القوى الاقتصادية الكبرى في العالم هي الصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وبطبيعة الحال فنشتغل على مسألة تطور إنتاج القمح بالمليون طن، ونكون بذلك قد حددنا عنوان لهذا المبيان. لا ننسى المفتاح، يمكن أن نؤطر هذه الرموز كدلالة على ما أنجزناه وما أسقطناه على المبيان. المقياس بطبيعة الحال اشتغلنا على نوعين من المقياس، يمكن أن نختار واحدا منهما فقط، مقياس خطي مثلناه في الأعلى ومقياس عددي يمكن أن نشتغل عليه إن أردنا ذلك. آخر عنصر وهو المصدر نكتبه في الأسفل. المصدر نأخذه من مصدر الجدول l'organisation des nations وغير ذلك. بطبيعة الحال مصدر الجدول يمكن أن نمثله في مصدر المبيان نكتبه. أخيرا نؤطر، يسحب أن نؤطر المبيان الذي مثلناه، وبذلك نكون قد انتهينا من تمثيل المبيان الذي اشتغلنا عليه. ننتقل بعد ذلك إلى الإجابة على التعليمة الثانية أو الإجابة على السؤال الثاني. كان المطلوب هو أن نصف وتيرة تطور إنتاج القمح للقوى الاقتصادية الممثلة في المبيان الذي أنجزناه على أساس كعملية مطلوبة هي عملية الوصف. دائما عملية الوصف تبدأ بملاحظة ما أنجزناه، نلاحظ المبيان ونستخرج منه المعطيات والمؤشرات الدالة على تطوره. التطور دائما يكون عبر الزمن، لهذا عبرنا عن كلمتي الوصف والتطور باعتبارهما كلمتين مفتاح لهذه التعليمة. إذن أن نصف وتيرة تطور إنتاج القمح في هذه البلدان. بطبيعة الحال كجانب منهجي نرسخ الجانب المنهجي عملية الوصف، فشروط وصف تطور الظواهر الجغرافية هو دائما كما قلنا يرتبط بالزمن، سنتان وأكثر. في هذه الحالة اشتغلنا على 6 سنوات 1990 2000 2005 2010 وغير ذلك، فنحن نربط الظاهرة المعالجة عبر السنوات، وبالتالي فلا بد أن نشتغل على مبدأ التطور. نوظف في هذه الصيغة تعابير بسيطة جدا لدراسة تطور الظواهر التي نشتغل عليها. يمكن أن نوظف تعابير بسيطة جدا، نقول مثلا بأن هذه الظاهرة قد شهدت زيادة، شهدت نقصانا، هذه الظاهرة المعالجة قد شهدت تذبذبا بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، أو أن هذه الظاهرة قد بقيت مستقرة وبقيت ثابتة. إذن هذه هي حالات تطور مختلف الظواهر التي يمكن أن نشتغل عليها، سنسقطها على المبيان الذي اشتغلنا عليه. كما تلاحظون إن انطلقنا مثلا من دراسة تطور إنتاج القمح بالصين، سنجد بأن إنتاج القمح قد شهد ارتفاعا في الفترة الأولى،
تلاه بعد ذلك انخفاض ثم ارتفاع إلى حدود سنة 2015 ليتراجع بعد ذلك، وبالتالي فهو تذبذب لإنتاج القمح بهذه الدولة. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، شهد إنتاج القمح تراجعاً إلى حدود سنة 2005، بعد ذلك عرف زيادة ثم تراجعاً حتى سنة 2017. بدوره نقول بأن إنتاج القمح بالولايات المتحدة الأمريكية قد شهدت تذبذباً، خاصية الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى. آخر دولة فرنسا شهدت بدورها ارتفاعاً إلى ما بين سنتي 1990 وسنة 2000، ثم بعد ذلك تراجعا طفيفا ليشهد بعد ذلك زيادة إلى حدود سنة 2015 وبعد ذلك تراجعا. إذن الدولة في حد ذاتها كآخر قوة اقتصادية أو قوة فلاحية في أوروبا بدورها قد شهدت تذبذبا في إنتاج القمح. إذن يمكن أن نعبر عنها في هذه الصيغة، نقول عرف إنتاج القمح بالصين تذبذبا، حيث شهد زيادة بين سنتي 1990 وسنة 2000، وانتقل من 98.2 إلى 99.6 مليون طن. نعطي الدليل على هذا التذبذب أنه انتقل من قيمة إلى قيمة أخرى، ليعرف بعد ذلك تراجعا سنة 2005 بكمية أنتجت بكمية 97.4 مليون طن، ثم يرتفع بعد ذلك من جديد حتى سنة 2017 حيث بلغت كميته 134.3 مليون طن. يمكن كما قلنا أن نسقط هذا التعبير أو هذا الوصف على المبيان، سنجده بأنه نفسه الذي يعبر عن وصف تطور إنتاج القمح بهذه الدولة. نقول كذلك بأن إنتاج القمح بالولايات المتحدة الأمريكية قد شهد تذبذبا، حيث تراجعت كمية إنتاجه بين سنتي 1990 وسنة 2005 بانتقاله من 34.3 مليون طن إلى 60.6 مليون طن، وشهد بعد ذلك زيادة بين سنتي 2005 و2010، وانخفض بعد ذلك حيث انتقل من 60 مليون طن إلى 47.4 مليون طن بين سنتي 2010 و2017. آخر دولة يمكن أن نقول بأن فرنسا بدورها شهدت تذبذبا، حيث ارتفع إنتاج القمح بها بين سنتي 1990 وسنة 2000 وسنة 2000، ثم انخفض بعد ذلك من 37.3 إلى 36.8 مليون طن بين سنتي 2000 و2005، ثم زيادة حتى سنة 2015 حيث وصلت كميته إلى 42.7 مليون طن، ليعرف في الأخير تراجعا بكمية 36.9 مليون طن. ولا أنسى هنا أن أذكر المتعلمات والمتعلمين بأنه يمكن أن نشتغل على مبدأ الانتقال من العام إلى الخاص أو من الخاص إلى العام. في هذه الحالة اشتغلنا على الخاص، يعني أنه كل دولة وصفناها لوحدها، كل قوة اقتصادية في العالم وصفنا إنتاج القمح بها وتطور إنتاج القمح بها عبر الزمن، وسننتقل إلى الاستنتاج، سننتقل إلى العام. بطبيعة الحال سنجد بأن كل هذه البلدان قد شهدت تذبذبا بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، يمكن أن نعبر عنها بما يلي: عرف إنتاج القمح بالقوى الاقتصادية الكبرى الممثلة في المبيان تذبذبا، إذا صيغة التذبذب كوصف عام، مع اتجاه نحو الارتفاع بكل من الصين وكذلك فرنسا. إذن فرنسا والصين قد شهدت اتجاها عاما نحو الارتفاع. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية تطور إنتاج القمح بها قد جنح نحو الانخفاض. المقارنة ما بين البداية والنهاية سنجد بأنه هناك جنوح عام نحو الانخفاض، عكس مثلا الصين التي يجنح تطور إنتاج القمح بها نحو الزيادة ونحو الارتفاع. إذن نكون بذلك قد انتهينا من الجزء الأول في مكون التاريخ والجغرافيا. أتمنى للجميع التوفيق.